أن تتحمل جماهير الابتعاد مرة أخرى عن البطولة وعن التتويج وعن اللقب. جماهير النادي الأفريقي صبرت من 2008 ولمدة 8 سنوات من دون لقب، وقبل ذلك كانت قد صبرت أيضا لمدة 11 سنة تقريبا أو 12 من 96 إلى 2008 من دون لقب، لكنها دائما وأبدا بقت على الوفاء، بقت على العهد، بقت محبة متيمة عاشقة، لم تغير، لم تهتز، لم تتحدث يوما عن عتب، ولو كان العتب فالعتب كان عتبا للمحب، ولا بالتالي بقيت وفية الحقيقة بالرغم من كل ما كان يقال، وبالرغم من كل ما كان يثار، وبالرغم من كل ما كان يتحدث عن أن جماهير الأفريقي تعتب وهجرت فريقها، لكنها ثبتت. وعدتك ألا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. لسنا في البومبونيرا ولسنا في سانسيرو، لا تحلم بالبرنابيو ولا ترى نفسك في الكامب نو، هذا ليس الفيلودروم، هذا أولمبي المنزا في لقاء بين الأفريقي والنادر الإسفاقسي. كل ما يبتعد عن الألقاب تتضاعف أعداده ويزيد يكبر شعبه. هذه هي ظاهرة محيرة لم تجد لها حلول. كل لتفسير ذلك جمهور قوي جدا مصنف من أقوى الجماهير في العالم. جماهير حاضرة، جاءت، وقفت، ساندت. ملايين بتحبك يا الأفريقي، ملايين. الإحصائيات الأخيرة على مستوى كرة القدم الأفريقية تشير إلى أنه أحد أكبر الأندية الأفريقية جماهيرية هو النادي الأفريقي، الفريق الذي يحمل الكثير من الأسماء، التاريخ، يعني الإنجازات، كتب وسطر بأحرف من ذهب حضوره على مستوى كرة القدم الأفريقية وعلى مستوى كرة القدم التونسي. نرجع أنا بعد بعض الهوامش أو الكواليس لللايف. الشماريخ مرت من هنا، المدارج حمراء وبيضاء، وجمهور الأحمر الأبيض يرفع الريتم وكأنه لاعب، كأنه بوليفانو، كأنه صانع العاب في تشكيلة النادي الأفريقي. قد يقال في عرف الكورة أن الجمهور اللاعب رقم 12، لكن في قناعة أنه هذا الجمهور، جمهور النادي الأفريقي، هو رقم 10، هو اللي يعطي الأهداف، هو اللي مهد للبونتوات. الله على جماهير الأفريقي. اي والله الافريقي يا دولة، الافريقي يا دولة، وعشر ملايين الافريقي حبيناه، عشر ملايين الافريقي حبيناه. اجواء في غاية الروعة لفريق خسران يا ناس ب2-0. شوف الولاء، اسمع العشق والانتماء، وهذا الكيف الجميل في المدرجات. مصطفى طبعا ميزة من ميزات الجماهير، جماهير النادي الافريقي، يعني جمهور الافريقي ليس جمهور مناسبات، في كل مرة يمر فيها الفريق بفترة فراغ الا ربما وكان الحضور اكثر والدعم اكبر. وعدتك الا اكون ضعيف، وكنت، والا اقول بعينيك شعرا، وقلت، وعدتك بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي. جماهير الأفريقي وفية دائما، لذلك تبقى على العهد دائما، لما لا؟ ونحن نتحدث عن واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية ليس فقط في تونس وإنما في أفريقيا.